مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا اليوم الخميس آخر الأسبوع. سهرتنا إن شاء الله تكون فنية جميلة، بالإضافة إلى مواضيعنا المعتادة، وخصوصا الفقرة اللي عندنا اللي هي السوشيال ميديا. اليوم في حاجة فنية حلوة شوية. نعم أكيد، بالإضافة للفقرة الفنية في نهاية الحلقة. مساءكم ورد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مساء الإمارات. طبعا محضرين لكم باقة منوعة من الفقرات، خلنا نستعرضها أولا من خلال العناوين التالية. تشديد العقوبات ضد المتسببين بجنوح الأطفال. عمره 70 سنة وأحدث أولاده 44 عمره 3 أشهر. إلهنا وشكراً، اسمح لي وعفواً. فاطمة زهرة العين تحل قمراً على مساء الإمارات. طبعا اليوم عندنا سهرة فنية جدا مميزة مع زهرة العين الفنانة فاطمة، أتمنى أنكم تتابعون حلقتنا، وأكيد أذكر مشاهدينا تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي شو؟ تويتر، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، 4. طيب إذا تواصلوا معنا، نباكم اليوم تكونوا موجودين معنا على الهواء في كل فقراتنا، مش فقط الفقرة الفنية. نعم. لكن الآن طبعا مثل ما عودناكم بنبدأ مع موجز الأخبار والزميل أيمن مصبح. حياكم الله مشاهدي قناة الظفرة الكرام، وإليكم موجز لأهم الأنباء لهذا اليوم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برونيسلاف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة رئيس جمهورية بولندا. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بنقل أصول وموجودات قطاع الزراعة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي. ونص القانون على أن يصدر بتحديد تلك الأصول والموجودات قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. عبر العديد من الشخصيات السياسية والثقافية الفرنسية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وقائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على لفتته الكريمة تجاه مسرح نابليون الثالث في قصر فونتن بلو، حيث بات بإمكان الفرنسيين من زوار المدينة من كل العالم زيارة هذا المعلم التاريخي الذي غدا يحمل اسم مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقالت معالي أوغلي فيليبيتي وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية في حديث لوكالة أنباء الإمارات اليوم إن فرنسا حكومة وشعبا تقدم خالص شكرها وعرفانها لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لرعايته الكريمة مسرح قصر فاونتن بلو وإخراجه من براثن النسيان والإهمال بعد 150 عاما على إغلاقه. تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، يطلق النادي غدا الجمعة منافسات بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان لقفز الحواجز في مدينة الختم، وتجري المنافسات على مدار يومين في صالة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الكبرى للفروسية بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية بمشاركة حوالي 250 فارسا وفارسة ونحو 180 جوادا تمثل مختلف اسطبلات الفروسية العامة والخاصة بجانب عدد من أندية الفروسية في الدولة، وذلك مع حضور عدد من الشخصيات ذات الصلة برياضة الفروسية على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية في قصر المزيرعة في ليوة عددا من المواطنين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي. وأكد سموه خلال اللقاء حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
القائد الأعلى للقوات المسلحة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم واهتمام سموهما بتطوير وتنمية المنطقة الغربية. استضاف مجلس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين مساء أمس محاضرة بعنوان كيف نبني بيئة معززة للابتكار أو معززة للابتكار، وهي الدروس المستفادة من جامعة ستانفورد ووادي السيليكون، ألقاها الدكتور جون هينيسي، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات الفكرية والعلمية التي ينظمها مجلس سموه. وشهد المحاضرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه مجلس البطين بأبو ظبي بمناسبة زفاف خالد خليفة محمد عبيد المهيري على كريمة المرحوم عبيد محمد عبيد المهيري. ورحب أهالي منطقة البطين بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معبرين عن ابتهاجهم وسعادتهم بمشاركة سموه أفراحهم، مشيدين بحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على التواصل الدائم مع أبناء الوطن والتواجد معهم في مختلف مناسباتهم الاجتماعية. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وحشد من المدعوين وأقارب وأهل العروسين والأصدقاء. كذلك تضمن الحفل مشاركة فرقة الفنون بعروض وأهازيج متنوعة من التراث الشعبي ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة. على الصعيد الخارجي، استقبل فخامة أويان تهوالا رئيس جمهورية بيرو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. ونقل سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة في العاصمة ليما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله إلى فخامة رئيس بيرو وتمنيات سموه لبيرو ولشعبها دوام التقدم والازدهار. وأكد سموه أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. من جانبه حمل رئيس بيرو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات والتي توليها اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات. وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة ليما معالي إيداري فاس وزيرة خارجية جمهورية بيرو، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتمنيتها في مختلف المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة ليما ومعالي رينييه كورينخو رئيس وزراء جمهورية بيرو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وشاد سموه خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وبيرو بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها. كما ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وزراء بيرو الذي حمل سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار. تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة جائزة اللجنة التنظيمية المتميزة 2013 من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان
مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة التنظيمية لسباقات الهجن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس اتحاد سباقات الهجن، وأثنى سموه على جهود اللجنة في الحصول على الجائزة مثمنا الدور الكبير الذي قامت به خلال الفترة الماضية والذي يعكس أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال. زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع جناح جائزة خليفة التربوية المشارك في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب والتي انطلقت يوم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأكد معاليه أن جائزة خليفة التربوية تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الرائدة على طريق تطوير منظومة التعليم في الدولة والمنطقة والعالم، مشيدا برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لهذه الجائزة وحرص سموه على أن تكون جائزة خليفة التربوية في صدارة الجوائز العالمية المتخصصة في مجال التعليم. قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بزيارة جناح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية خلال جولته التفقدية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته يوم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتم خلال المعرض إطلاق النسخة السنوية الثالثة من كتاب المهرجان للموسم الماضي 2013 متضمنا الفعاليات المتنوعة التي تشتمل أو اشتمل عليها من سباقات لكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبطولة العام أو بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للسيدات إفهار وسباقات كأس الوثبة ستاد وجائزة الداري العالمي لأم الإمارات والمؤتمر العالمي للخيول العربية الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شهد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ظهر اليوم ختام بطولة الشرطة للرماية الأولمبية الخامسة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 26 من إبريل الماضي إلى 1 من مايو الحالي وذلك بنادي العين للفروسية والرماية والغولف. وشارك في البطولة عدد من الأفراد من بين ضباط وصف ضباط وجندي في كل من شرطة أبوظبي وشرطة دبي ومدرسة الشرطة الاتحادية وقوات الأمن الخاصة وشرطة عجمان والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وإضافة إلى الدفاع المدني والجنسية والإقامة. هنأ معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل جميع المواطنين والمقيمين العاملين في سوق العمل في دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال مؤكدا الاعتزاز بهم والتقدير لكل من يساهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات ضمن دولة ورؤية القيادة الرشيدة التي لطالما تؤكد قيمة العمل وإعلاء شأن من يؤديه. وأكد معاليه قدرة وكفاءة الموارد البشرية الوطنية في مواقعها الوظيفية التي تشغلها بسوق العمل بالعديد من المهن لا سيما التي تتطلب المهارات المتقدمة منها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في حفل نظمته وزارة العمل اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يوافق 1 مايو من كل عام. يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 15 التي يعقدها في 6 مايو الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية وموضوع سياسة وزارة الداخلية. ويناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الداخلية من محورين، الأول هو السلامة المرورية على الطرق الخارجية ويتضمن المخالفات المرورية واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية ودوريات الطرق الخارجية وتنظيم حركة العربات الثقيلة وخدمات الإنقاذ والإسعاف. أما المحور الثاني وهو الشرطة المجتمعية من خلال مراكز الإيواء والقضايا الأسرية.
كرم البروفيسور عبد الله بن محمد الماجد رئيس اتحاد الكيميائيين العرب رئيس الجمعية الكيميائية السعودية موزة مطر الشامسي رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية. جاء ذلك خلال حفل افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للاتحاد الكيميائي العربي 33 بقاعة فندق قصر أبها في المملكة العربية السعودية، وذلك نظير جهودها في إدارة الاتحاد خلال الدورة الماضية والنجاحات التي حققتها. يشارك قطاع السياحة في أبوظبي في معرض سوق السفر العربي خلال الفترة من 5 إلى 8 من شهر مايو الجاري في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون مع أقطاب صناعة السياحة بمنطقة الخليج ودفع عجلة مستويات النمو الحالية في عدد النزلاء الخليجيين بالمنشآت الفندقية في الإمارة. استكمل وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزيارته الميدانية إلى الفلبينين التي استمرت 2 أسبوع بهدف تقييم الأضرار في الفلبين وفي المناطق التي ضربها إعصار هايان في أواخر العام الماضي. وقام الوفد بجولة ميدانية في مدن تقلبان وبلا جينجا وبيس وميرابوت والوان في إقليم سمر الغربي، والتقى حاكمة الإقليم السيدة شيران تان التي رافقت الوفد في جولة تفقدية بعدد من المدارس والمستشفيات في هذه المدن التي دمرت بالكامل بفعل الإعصار. في خبرنا الأخير لهذا اليوم، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات أن يصبح الطقس يوم غدا الجمعة مغبرا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا يوم الظهر مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب ليلا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. كما توقع المركز أن تشهد الدولة بعد غد السبت طقسا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية على أغلب المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويصبح البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى آخر نشرتنا لهذا اليوم. نرجع إلى زميلنا عبد الله وخديجة ليخبركم عن أخبار الصحافة لهذا اليوم ويوم غد بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا للزميل أيمن مصبح. ننتقل معكم الآن إلى أخبار الصحف. أخبار الصحف طبعا كما عودناكم مشاهدينا ننقل لكم أهم الأخبار الصحف لليوم وغدا. بداية أخبار الصحف للغد 2/5/2014، نبدأها طبعا معنا الخبر الأول في صحيفة الاتحاد في عددها الصادر اليوم، أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية خصصت ضمن موازنتها السنوية 20 مليون درهم لإيفاد الحجاج، نحو 16 مليون درهم منها لإيفاد المواطنين للحج من داخل الدولة، و4 ملايين درهم للحجاج من خارج الدولة. بدأت المؤسسة أمس الأول تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من المقيمين بمدينة العين وضواحيها، وجاءت تلك ضمن برنامجها السنوي لإيفاد 600 مواطن من داخل الدولة لأداء الفريضة، على أن يتم إيفاد نحو حوالي 400 من خارج الدولة بالتنسيق طبعا مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في الخارج. بينما مشاهدينا من صحيفة الإمارات، يدخل مطار دبي الدولي اعتبارا من اليوم مرحلة الصيانة الفعلية، إذ ستقتصر الحركة الجوية على مدرج واحد من طوال فترة صيانة مدرجي المطار والتي تمتد 80 يوما، تبدأ اليوم بالمدرج الجنوبي. وأفادت مؤسسة مطارات دبي أنه سيتم تحويل 300 رحلة أسبوعية من دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، في حين سيصل عدد الرحلات الجوية والتي ستتأثر بعمليات الصيانة إلى نحو 20,800 رحلة بمعدل 260 رحلة يوميا. نتمنى لهم طبعا أن ينتهون من الأمر بشكل سريع، لأن دبي محطة يعني عالمية طبعا. نعم. إذا عندنا أيضا الخبر من صحيفة الرؤية اليوم، هيئة ونشاطات هيئة الصحة طبعا في أبوظبي رصدت 6 مخالفات تنتهك أخلاقيات المهنة في الصيدليات، تتمثل في السماح لشخص غير مرخص له بصرف الأدوية،
وفتح الصيدلية دون وجود صيدلاني مرخص. أيضا عندنا صرف أدوية مراقبة دون وصفة طبية، كما ممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص الهيئة النهائي، وأيضا عدم ترخيص الصيدلاني على الصيدلية التي يعمل بها، وعدم استيفاء متطلبات قسم تدقيق الجودة الصحية التابع للهيئة. أكد مدير دائرة التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور خالد الجابري إنذار الصيدليات وأغلاق أخرى العام الجاري والماضي أيضا بسبب مثل هذه المخالفات. وفضل الجابري عدم الكشف عن أعداد الصيدليات اللي هي المغلقة لانتهاكها أخلاقيات المهنة، إلا أن أوضح أن نظام الجودة المعمول به يتضمن 16 قائمة تدقيق مختلفة تستخدم لرصد وتقييم جوانب واسعة من ممارسات الرعاية الصيدلانية. أعتقد هذا موضوع يعني جدا مهم طبعاً. أنك تصرف دواء دون أن تكون مرخص، حياة الآخرين ليست لعبة. طبعا مشاهدينا، ومن صحيفة الوطن غدا، نظمت المنطقة الحرة لجبل علي جافزة أول منتدى لعملاء جافزة لهذا العام 2014، والذي عقد في فندق العنوان بدبي مارينا في وقت سابق لهذا الأسبوع، حيث تم مناقشة الآراء والاقتراحات الواردة من العملاء، فضلا عن عرض لأهم الفرص الاستثمارية الضخمة التي كانت متوقعة من خلال الفترة المقبلة، وكذلك كيفية تعاون جافزة وعملائها معا لاقتناص هذه الفرص المجدية اقتصاديا في سوق الأعمال المتغير بسرعة كبيرة في دولة الإمارات والشرق الأوسط. طبعا هذه كانت أخبار الصحف معنا لليوم، ويوم الغد قدمناها لكم طبعا حصريا من قناة الظفرة. نعم، ننتقل معكم الآن إلى السوشيال ميديا. طبعاً السوشيال ميديا أنا ما أقدر أبدأ خديجة دائماً، عشان بعد أذكرهم، لأن أنت مو تنسى أسماء المواقع، فأنا بذكر المشاهدين. طبعاً تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. بداية، هذا الفيديو هو لا شيء يحول بين الإنسان وربه، هذا ما ترجمه هذا العجوز بحبوه يومياً إلى المسجد بسبب عجزه المزمن. خلنا نشوف قصة هذا العجوز في هذا الفيديو ولنعوده. كبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة، الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغد. طبعا ما شاء الله عليه، كما يقال عبد الله اللي يبى الصلاه ما تفوته. طبعا واحنا في على ارجلنا وهذا، وفي اوقات كثير نتكاسل ان احنا نروح للمسجد ونصلي في البيت، لكن انا الملفت للنظر ايضا، انا اعرف عن هالفيديو من فتره، حسب ما سمعت ان زوجة ابنه فرشت له من باب البيت لين باب المسجد، فرشت له سجاد على اساس انه كان يتاذى في ركبه، الله يحفظه ان شاء الله يا رب يدخله جنته، كان يتاذى في ركبه ففرشت له سجاد عشان تساعده انه يكون مشكله، وتنظف له اياه مسكينه كل يوم بين كل صلاه وصلاه. فيها الخير والله. نعم، طيب ننتقل الان الى كوارث الطيران، والتي لا تقتصر على الحوادث المتعلقه بالعوامل الطبيعيه. كيف هذا الامر؟ نشاهده مع بعض. طبعا الله يسترهم الجماعه، يعني دخل داخل الطياره
الله يسترهم. الله يسترهم. تخيل لو انك منطاد مثلا ويا طائر. لا زين اللي في وجهك انت، تخيل الواحد منطاد وجاينا في وجهه طائر. زين مشاهدينا يعني فعليا كان ممكن يسبب كارثه. نعم الحمد لله الله سلمهم. الله. مشاهدينا طبعا فيديو اخير لقرد هاي المره يلكم مقدمة برامج حاولت استفزازه بمنعه عن طعامه، خلنا نشوف شو سوابها ونرجع. You won't take off, will you? Yeah. No, you won't. No. Hi, Wilson. Hey, how are you? Hi, get up here. She knows what it's like to work with monkeys on there her back. You go. Yes, I do. I'm right here. Okay, we're going to talk a little bit about Wilson's encounters he's had since the last time I saw him in a minute. Oh, but we goodness. Have some more animals that are coming out here right now. Let's see. What? You're, oh, yes. Oh, okay. Here. Okay, Wilson, you want to co-host with me? We brought grapes. Here. Here you go. Oh, look what I got. It's a grape. I'll take that. And حقها طبيعي اعتقد يعني ما بس ما لي خاص الحمد لله مع النساء ما عنده مشكله معانا نحن يعني اذا ريال سوي نفس الشيء ما بتكون نفس ردة فعل لا ما بيسويها لا يخاف لا طبعا قبل ان ننتقل الى الفقره التاليه عندنا شيء سوشيال ميديا أنا طبعاً باخذ صحة بس إذا عندك شيء أنت تقدرين تقدمين لنا عندي ببدأ فيه نحن تكلمنا قبل طبعاً مشاهدينا الكرام عن الكاكاو أو الشوكولاتة بشكل عام أنها هي مفيدة وضد الكآبة إلى آخره بس المعلومة اليوم أن التدليك العلاجي بالشوكولا في دبي عادة الشوكولا لتحتل الصدارة في القرن 21 وتعد الشوكولا الجيدة هي التي تتألف من 70% أو أكثر من الكاكاو هي تكون الداكنة أكثر ما أنها هي فيها طبعاً أمور مضافة أخرى كما أن الشوكولا أصبحت تستخدم في السنوات الأخيرة في العلاجات الجمالية وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في المنتجعات الصحية يسوون بها مساجات وماسكات حتى للتدليك العلاجي فشيء طيب شوكولات تسوي فيها تدليك شوكولات صارت أصبحت في هذه المجالات غريبة هاي طب أنا عندي شيء بسيط عن كلمة كثير فقط عجبني الموضوع يقول لك كلمة كثير وتداولها في العالم العربي ممكن نشوفها مع بعض في الخليج نقول وايد في مصر يقولون أوي في تونس يقولون برشا وفي الجزائر والمغرب بزاف وين لغتنا العربية يا جماعة الخير كلمة واحدة ما شاء الله علينا لغة موجودة بس هاي لهجات تختلف طبعا لهجات يعني لهجات العامية نعم إنزين مشاهدينا طبعا اليوم في حوار المساء تشديد العقوبات ضد المتسببين بجنوح الأطفال ولكن بعد الفاصل تابعونا نجدد بكم التحية مشاهدينا برفقتنا في مساء الإمارات في خطوة مواكبة لأحدث البرامج العالمية تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير برامج رعاية الأحداث وذلك لتضمن لهم كل الحقوق التي تؤمن لهم محاكمات عادلة ضمن بيئة مناسبة تراعي سنهم بشكل لا يزيد في تعقيدات قضاياهم من الإجراءات أيضا الفصل بين فئات الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية وتشديد العقوبات على كل من له علاقة أو مساهمة في انحرافهم هذه القضية نبحثها مع ضيفتنا اليوم الأستاذة مريم السلمان مديرة دار التربية الاجتماعية للفتيات بالشارقة حياك الله أستاذة أهلا وسهلا كيف صحتك؟ الله يسلمك ويبارك طبعا الموضوع عندنا شيق اليوم نعم ويعني فلذت أكبادنا نناقش مواضيعهم اليوم نعم لكن نحن قبل ما نبدأ طبعا إن شاء الله بناخذ معنا تقرير التقرير هذا مفصل عن الحادثة هاي نفسها عن هذا الأمر من ثم نعود للمناقشة إن شاء الله إن شاء الله إذا مشاهدينا ناخذ تقرير عن هذا الموضوع ومن ثم نعود للترحيب مرة أخرى بضيفتنا والحديث أكثر عن هذا الأمر في سابقة من نوعها تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع محاكمات للأحداث عبر دوائر تلفزيونية مغلقة مشيرة إلى أنها ستقوم باستجوابهم في منازلهم بدون الحاجة إلى حضورهم إلى قاعات المحاكم
الوزارة شددت على أنها قد تضطر في بعض الحالات إلى أن تسحب الولاية كاملة أو جزءا منها من أولياء الأمور بحسب الحالات في دور الرعاية الاجتماعية، كما أوصت بتشديد العقوبة على من يتسبب أو يساهم في جنوح أي حدث. ويأتي ذلك ضمن خطط تطوير في الإدارة ستشمل إنجاز قانون الأحداث وتخصيص أماكن لمحاكمتهم ضمن دور الرعاية الاجتماعية، وستعمل كذلك على توحيد الأدوات الاجتماعية والنفسية وتطوير برامج التأهيل المقدمة للأحداث على مستوى الدولة. ومن الخطط المستقبلية للإدارة تحقيق المؤشر الاستراتيجي خلال الدورة الثالثة بتخفيض عدد الأحداث المحولين إلى دور التربية الاجتماعية عبر تفعيل وتطوير التدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية. يذكر أن عدد الأحداث المحولين إلى دور التربية الاجتماعية انخفض بنسبة 4.48% من 638 حدثا في العام 2012 إلى 603 أحداث في العام 2013، فيما تواصل إدارة الحماية الاجتماعية دوراتها التدريبية وتقنيات مهنية تسهم بالارتقاء بالأحداث والأخصائيين المشرفين في دور التربية الاجتماعية. وفي بياناتها التوضيحية تعتبر الشؤون الاجتماعية أن أهم أسباب جنوح الأحداث يعود إلى تفكك الأسرة وضعف الدرجة العلمية لدى البعض، ولا تبرئ تعدد الزوجات أو زواج الأم من أجنبي، بالإضافة إلى غياب التوجيه المباشر في طريقة التعامل مع الأبناء واختلاف الثقافة والوضع الاجتماعي والانفتاح الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. طبعا أستاذ مريم، مثل ما شفتي في التقرير يعني هذا الأمر يخص شريحة معينة، لكن في نفس الوقت يرفع لدينا نحن الوعي، فكيف ممكن نحن نرتفع يعني الوعي عندنا يرتفع مع هذا الحدث يعني اللي هو بشكل مشكلة كبيرة جدا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحدث هذا يعني نحن ما ننظر له لكائن منبوذ أو كائن يعني المجتمع يبتدي يعني يحطه في زاوية أو يحصره في زاوية يعني طبعاً مظلمة أو مغلقة. هذا إنسان يعني ارتكب جنحة معينة نتيجة ظروف أسرية يعني لا له يد في الموضوع أبدا. فبهالطريقة يعني التعامل معه تعامل سلس وبسهولة ونقدر نتخطى هذه العقبة يعني. طيب يعني المحاكمة كيف تتم؟ طبعا المحاكمة تتم إذا على حسب الجنحة اللي ارتكبها هذا الطفل، وتكون يعني بطريقة المحكمة أو النيابة. نعم. يحاكم على قدر الجرم اللي ارتكبه يعني. طيب اذا تكلمنا عن احنا الحدث هذا هو يعني طفل. نعم. في النهايه. نعم. مجرد ذكر انه لها الطفل هذا انت ذاهب الى محاكمه او ذاهب الى شرطه لها تاثير كبير. نعم. على شخصيه هذا الطفل، على نفسيه. نعم. هذا الطفل. نعم. واستيعابه للموضوع انا ذاهب الى شرطه. نعم. ماذا جنيت؟ لان الجنايه اللي قام بها مهما كانت. نعم. لن تشكل بالنسبه له يعني شيء كبير. نعم. فكيف تفسري لنا الموضوع انه ننقل إلى المحكمة أو لمركز السجن؟ طبعاً إحنا نفضل أن تكون المحاكمة عن طريق يعني استحداث محاكمة أو محكمة للأحداث خاصة بالأحداث. نعم. ويفضل أن تكون بجنب أو في أماكن الدور اللي تابع للأحداث. لأن الطفل هذا إذا طلع على أماكن بعيدة وشاف وجوه يعني الشرطة وجوه الناس الثانية يمكن يتعقد داخلي يعني يصير نفسيته يعني يكون مبراضي عن نفسه. أول شيء يبتدي طبعاً يعني يلوم نفسه، فتبدي في عقدة ثانية غير الخوف. طبعاً الأماكن هذه هي تخوف الكبير، فما بالك الصغير. ما بالك الصغير طبعاً. وهو ثانياً بعد الخوف هذا ممكن تصير له عقدة أو كره لذاته. طبعاً. لأنه أقحم نفسه، أقحم ذوي أهله. بالإضافة إلى أنها أيضاً ممكن تؤثر عليه كلمة محكمة أو مركز. نعم. على التعود. يعني على التعود. يصبح الأمر بالنسبة. نعم. لعادة يعني. نعم. ما في مشكلة. نعم. يعني خرج من هذا الأمر. نعم. طيب وردت في بعض الصحف موضوع أن يتم محاكمة هذه الأطفال داخلياً يعني داخل المنزل مع تسجيل صوتي والتسجيل عن طريق الشاشة تلفزيون. طبعاً نحن ما نعرف مدى دقة هذا الأمر، ولكن يعني برأيك أنت ما تأثير هذا الأمر إذا فعلاً هو حقيقة وتم؟ هل له تأثير كبير في نفسيات الأطفال؟ هو طبعاً الأمر هذا يعني إحدى الطموحات الكبيرة اللي يعني طبعاً
الناس المهتمين والأشخاص المهتمين بهالشريحة تطمح إلى أكثر حتى من هذا، وهي يعني أسلوب وايد طيب بيكون، لكنه يحتاج إلى دراسة. يعني ما نقدر اليوم نقره قبل ما نحطه ونعرض على طاولة ونحط ونناقش ونحط يعني أولوياته وتوابعه وآثاره. يعني فهو الخبر تقريبا يعني في يعني قليل من الصحة، لأن حتى لو طبقت هذه النوعية من المحاكمة أغلبتها بتكون من خلال الشاشة هاي، لكن في الدار مثلا طبعًا. لكن في المنزل بعد بتكون في ضوابط أخرى يعني لازم تتخذ بجانبها. طب إذا لخصنا تعريف الحدث كيف نقدر نقول عنه؟ يعني كيف نقدر نقوله تلخيص؟ يعني نلخص الحدث، من هو الحدث؟ الحدث هو الطفل الذي يقع سنه ما بين 8 سنوات إلى 18 سنة. يعني في هذا السن هو يعتبر حدث، ويعتبر حدث محرف إذا أتى بجنح، يعني تخل بالآداب بالسلوكيات اللي يتبعها المجتمع وعاداته وتقاليده ونظمه ولوائحه. طيب بنناقش موضوع يعني عن الجنح، يعني شو اللي يدفع، شو أكثر شيء يدفع هذه الأطفال أنهم يرتكبون الجنح؟ بنفس الوقت مدى تأثير التواصل الاجتماعي والإنترنت، يعني صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت، سوء استخدامها طبعا بحد يعني نفصلها بأن سوء الاستخدام في عمليات الجنح اللي يقوم بها الأطفال. تقريبا يعني اللي التفكك الأسري نقدر نقول عامل، هذا الأسباب الرئيسية. نعم طبعاً. سبب رئيسي وقوي. نعم. وبالذات يعني نحن نعند زاوية التصدع احتمال التفكك نقصد في طلاق الوالدين. نعم. وما في كل حالات طلاق الوالدين يأتينا بأشخاص منحرفين. تأثيرات نفسية أوريدي مباشرة. أول ما يحدث هذا الأمر. لكن هو أحيانا تكون تصدع داخل الأسرة نفسها بوجود الوالدين. كل من الوالدين مو متفقين على خطة علاج أو توجيه معين. يتنوع أسلوب التوجيه من الأم للأب. طب التواصل الاجتماعي، يعني إحنا يمكن التفكك الأسري وهذه الأمور يعني يمكن تأثيرها مباشر ونحن ممكن نعرفها، لكن التواصل الاجتماعي وسوء استخدامه كيف تأثيره؟ إحنا شو يعني شو بنقول يعني عن التكنولوجيا والأشياء الحديثة اللي بدت؟ قبل كنا نقول أن الوسائل الحديثة من التلفزيون غير يعني يفتح لنا نافذة للعالم طبعًا. فنحن ننظر للعالم من خلال هذه النافذة. الحين لا، صار يفتح لنا أبواب على العالم أبواب. فصارت طبعًا. المساحات عندنا أقرب. صارت الثقافات تنتقل بشكل سريع. نعم. ومؤثر. والطفل أو المراهق في هذا السن إنسان يحب يقلد طبعًا. ويحب ينتحل شخصيات، فدائما يمتي الشخصيات هذه، حتى احنا نشوفها شخصيات إجرامية أو عنيفة، لكن هو في تصوره أن هاي شخصية ممكن هو يقلدها أو يتبعها طبعًا. أو يتبعها. طب نحن شو رأيك عندنا فيديو نشوفها مع بعض عن هالموضوع؟ مشاهدينا احنا نشاهد هالفيديو التوعوي اللي تنشره دائرة القضاء في أبو ظبي حول مخاطر التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة مع الحدث بالذات، نشاهد هذا الفيديو. طالع هني سعيد جبان، هاي اخرة المسخرة، منو اللي جاب الكلام فاضي؟ سل عمرك، اكيد ما حد غيره، سهيل اللي مسويها. سهيل انا راويك من سعيد. زير زين انا راويك. يلا خبرني شو ناوي تسوي. راشد صور، خلينا نعرف من الريال فينا. شلون نسوي سعيد؟ أنا النهاية صراحة اقشعر بدني. نعم. ما أدري عنك. نعم صراحة يعني أمر يعني يخوف طبعا يعني، والموضوع بسيط جدا يعني عبارة عن كلمة فقط، كلمة يعني بس أثارة، لأنه في السن هذا يستثار المراهق في هذا السن يستثار من أقل يعني كلمة يحصل له طبعًا. وطبعا أكيد هو طبعا هذا تأثير لوسائل الإعلام المختلفة وما تنقله لنا. في دراسة في أمريكا صارت على الناس المسجونين في المنشآت العقابية. نعم. تقريبا العدد كان مال 600 وشيء، 50% منهم
أجابوا اللي دفعهم لارتكاب الجرائم هذه طلعهم على يعني مسلسلات وأفلام. فيها تبعية سموها الحين فولو، كل شيء فولو فولو فولو. أيوة. طيب نحن معنا اتصال هاتفي نأخذه وشاركنا إن شاء الله في الحديث. إذن معنا اتصال مع الدكتور أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. الله يسلمك دكتور. إذا في حولك تلفزيون شغال بس لو توطي الصوت عليه شوية. لا ما في تلفزيون شغال. ممتاز صدى صوتك ما شاء الله حلو. الله يحفظك إن شاء الله. الله يخليك تسلم. بس أنا بدون لقب دكتور الله يخليك. ما في مشكلة كلنا دكاترة الحين. الله يخليك تسلم شكرا كثير. الله يسلمك. سؤالنا الأول اللي هي يتكلم شو البلاغات اللي تتلقونها حول الإساءة اللي يتعرض لها الأطفال أو بشكل أكبر الأحداث، وما آلية عملكم في هذا المضمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة. نعم. لدينا خط لحماية الأطفال من العنف والإساءة اللي هو خط نجدة الطفل 800-700. نعم. نتلقى عليه كافة البلاغات التي تصيب الأطفال من إساءة وعنف وإهمال واستغلال، حتى من يعني الأهالي من قبل استشارات تفيد يعني استشارات خاصة بهؤلاء الأطفال. ولدينا كمان إحنا اللي هو الملتقى الأسري. الملتقى الأسري اللي هو بيكون بين يعني الأزواج المطلقين، رؤية الأبناء بين الأزواج المطلقين. فإحنا بنشاهد من خلال هذه الإدارة بنشاهد المشاكل اللي بيعيش فيها الطفل والنفسيات الممزقة التي تصيب الطفل من زي ما ذكرت الأخت الفاضلة. يعني هذا التواصل القوي الموجود يعني ما هو مدى صلاحيتكم بالتدخل في حال وقوع يعني حالة من العنف؟ إذا كان في هناك حالات من العنف إحنا عنف إن بلاغ عاجل، والبلاغ العاجل إحنا بنتدخل فيه بصورة مباشرة وفورية بالتعاون مع شركائنا في وزارة الداخلية. إحنا في شراكات يعني في عقد اتفاقيات بيننا وبين وزارة الداخلية إنه في حالة البلاغات العاجلة إنه يتم تنبيه وزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة اللي هو في المنطقة اللي يقع فيها الحدث، على سواء على جميع أنحاء الدولة، إذا في أبو ظبي في أبو ظبي، إذا في دبي في دبي، إذا في الشارقة، إذا في رأس الخيمة، بيتم إبلاغ الشرطة وبيتم التدخل بعد ذلك، لأنه عمل خط نجدة الطفل إزالة الخطر ومحو الأثر. نقوم بعمل يعني إرشادات للآباء وللأبناء بالذات والأبناء المتعرضين للعنف بالذات، إذا أنت ما فرغتهم من محتواهم أو من العنف اللي تعرضوا له يصبح هو بعد ذلك يمارس العنف طبعاً. ويصبح بعد ذلك حدث. فلذلك إنه إحنا يعني بنحاول إنه هؤلاء الأبناء المتعرضين للإساءة إنه إحنا يعني نعالجهم من الإساءة اللي تعرضوا لها. طيب أستاذ أحمد معانا نحن أيضا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مريم، يعني في مادة التواصل أو التعاون بينكم وبين هاي المؤسسات كيف تقدر تشرح لنا عنها؟ إحنا نبغى نأخذها بس من عندها بعدين نسمعها من عندك أستاذ أحمد. تفضل. طبعا إحنا وجميع المؤسسات المتشابهة في تأدية الخدمة إحنا ناس متكاملين، يعني دائما يعني خططنا تكون موحدة في خدمة الحدث، يعني والمؤسسات هذه ترعى الأحداث اللي مثلا مودعين، نحن ناخذ الاحداث المودعين عن طريق النيابه او المحكمه. نعم. والمؤسسات اللي تابعه لذكر الاخ انهم تسليم ولي امر او يعني ناس معنفين، فهم يعني يغطون عندنا الجانب الاخر من حياه يعني الحدث. طب دكتور احنا نتكلم مع الاستاذه مريم سلمان، هي من مديره دار التربيه الاجتماعيه للفتيات بالشارقه، هل في تعاون بينكم وبينهم؟ نبي نعرف عن مدى شفافيه التعاون. الأستاذة مريم غنية عن التعريف. الله يحفظك يا رب. وإحنا كمان يعني زي ما قالت إحنا دور تكاملي بين بعض، حتى هم بيقبلوا الأبناء الجانحين اللي غير معرضين لقضايا من عنا لتقويمهم، إحنا بنستعين فيهم في دار الفتيات وفي دار الفتيان. في عنا مثلا من أبنائنا بيكونوا أبناء يعني بنحس إنه هذا الإبن على يعني على حفة الجنوح كوقاية. نعم. فبنتواصل معهم على إنهم هم بياخذوا هذول الأبناء دور لهم عملية دور, دور من البداية يعني تأخذونها من البداية لتلاشي. نعم. يعني نعم. يعني هذا الأمر. طيب. نعم. عدد الحالات اللي تعرضت للعنف خلال العام والعام الماضي، يعني ما هو عدد هذه الحالات وشو الخطط اللي الحين أنتم تتبعونها لحصرها ويعني التركيز على حصرها بشكل إن شاء الله تصبح زيرو الرقم في النهاية إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى. إحنا كان عندنا يعني تقريبا في سنة 2000 و
و13 اجانا على خط النجده، حوالي 370 بلاغ، منهم 194 بلاغ اساءه للاطفال، سواء كانت بالضرب او بالتحرش الجنسي او بالاهمال او بالعنف العاطفي. وفي الربع السنوي هذا اللي هو لغايه نهايه شهر ابريل، يعني انا تفاجات بانه عندنا 281 بلاغ زادت. يعني اذا كان نعم فالبلاغات بازدياد، يعني مما يدل على انه يعني انه احنا يعني يلزمنا يعني عمل يعني توافق وخطط استراتيجيه لمنع هذا العنف من الانتشار. طب اذا تكلمنا على توافق بين الكثافه السكانيه في هذا العام مع الحالات، هل نقدر نقول انه فعلا زادت او نسبه مع كثافه السكان لا نحن في معدل جيد؟ يعني انا راح اعطيك مثال بسيط بالنسبه لحكايه الكثافه السكانيه. منذ ان اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فوز دبي ومبروك عليهم باكسبو 2020 وبدت الزيادات المطرده من الناس انها تيجي على البلد، احنا من شهر 11 اللي هو 2013 لغايه الان والبلاغات فعلا في ارتفاع، يعني بتحس انه كل شهر البلاغات بتزيد عن الثانيه، البلاغات بتزيد عن الثانيه، دليل انه الاثر السكاني لوجود ناس جداد بتاثر. اضف الى شيء اخر، الثقافات المتعدده للاشخاص مؤثره، يعني في فرق بين عند الناس من انه انا بضرب ولدي كاسلوب تربيه طبعا، هذه في عند الناس، او في ناس كمان انا بدي احكي لك حاجه بالنسبه للعادات والتقاليد، ابنه او بنته بتتعرض لتحرش جنسي وما بيبلغ عنه، يعني كمان هذا شيء، فبيصبح الولد هذه اصبحت يعني مأساة طبعا، هذه اصبحت معتدى عليه ثم يصبح بعد ذلك معتدي، لكن هو في داخله انه العيب والحياء وعاداتنا وتقاليدنا انه انا ما بدي احد يعرف انه انا ابني والله اعتدي عليه، فهو ولم يعالج الولد حتى لا عرف شو صار بالضحيه والضحيه امامه. مع انه لو سال يعني هذا الطفل او هذا الحدث بالفطره السليمه سيقول له لا لابد ان نبلغ. طب في النهايه دكتور احمد، يعني شو النصيحه او شو الكلمه الاخيره اللي توجهها لمشاهدينا من خلال قناتنا؟ أنا بتوجه لإخواننا أو لجميع المشاهدين في معاملاتهم لأولادهم أنه يسمعوا أولادهم، يجب علينا الحوار، إجراء حوار طبعا بيننا وبين أبنائنا. وابنك إذا أنت ما سمعته في الصغيرة لا يتكلم إليك الكبيرة طبعا. ثم نصيحة إلى جميع العائلات والأزواج بطريقة خاصة، أي كل بيت يحصل فيه مشاكل نرجو أن لا تكون المشاكل هذه أمام الأطفال، نرجو أن تكون في معزل الأطفال خارج العلاقة الزوجية، بين العلاقة اللي بيقصدها بين الزوج والزوجة من أي خلاف، لأنه هم التنين هدفهم واحد إنشاء جيل طبعا صالح طبعا. فكيف أنا سأنشئ جيل صالح إذا أنا حطيته في وسط المشكلة وصرت أضغط على المشكلة من خلال هذا الطفل، على الطرف الآخر من خلال هذا الطفل، فنرجو منهم مراعاة ذلك، لأنه زي ما ذكرت الأخت قبل يعني في بداية الحديث مريم الأخت مريم في بداية الحديث إنه العنف الأسري، العنف الأسري مصدر من مصادر أسباب العنف الرئيسية، هو أعتقد يتولد لدى الأطفال. العنف الأسري هو البداية وهو يعني النهاية في نفس الوقت، يعني بدون نحن ما نقدر نحكم الأسرة إذا كان في هناك عنف أسري. إذا دكتور نحن يعني شاكرين لك تواصلك معنا، أنا مصر لا أقول لك دكتور لأن المعلومات شكرا. تقريبا معلومات قيمة جدا اللي قدمتها لنا، الله يسلمك إن شاء الله، مشكور ما قصر. تحياتي لك وتحياتي للأخت مريم، شكرا. الله يحفظك. الله يحفظك. إذا نشكر السيد أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل. نعود مع الأستاذة مريم السلمان. أستاذة مريم، تكلمنا طبعا في الحديث طويلة عن هذا الموضوع، لكن إذا تكلمنا عن خصوصيات يعني الفوارق بين خصوصيات الفتيات والفتيان في الأحداث. طبعا يعني اذا من ناحيه قانونيه القانون ما يفرق بين انثى وذكر يعني، نعم. لكن من ناحيه الانثى لا خصوصيه في السمعه، نعم. طالما احنا يعني نستقبلها في هالدار ونهيئها لتكون ام صالحه او ام مسؤوله، فبالتالي من باب الاولويات اللي عندنا ان تكون فيما يعني جانب سريه تامه في تنقلها الى المحكمه، في اذا في ناس زياره لنا للدار يعني تكون في تكتم، في طلبة جامعيون يدربون عندنا فهني مفصولة هي تفصلونهم طبعاً. نعم نفصلهم عن. طب المدرسة والتعليم بشكل عام يعني شو دورها في الحد من جنوح نحن نتكلم الحين عن الأطفال، لأنهم يوم يوصلون أحداث البداية يكون طفل بعدين يوصل أنه يصبح حدث. دور المدارس والتعليم في إيقاف هذا الجنوح
هو لهم دور، لهم دور، لكن طبعا الدور من جهه واحده ما يعني ما يجيب بنتيجه، لازم تكاتف جهود من دارنا احنا كتربيه. نحن معنيين بالتوعيه المجتمعيه، والمدارس عندهم العنصر المستهدف عندهم في المدارس، كذلك الشرطه المجتمعيه لها دور، جمعيه رعايه الاحداث لها دور، فاحنا تتكاتف جهودنا. نحن نتكلم عن نقطة يعني أهم من الرعاية، اللي هي تدني التعليم. نعم. يعني إحنا نشوف المتعلم ما شاء الله يكون يعني عنده القدرات لأنه مشغول في أمور أخرى. نعم. لكن مدى تدني التعليم وتأثيره على هذه الأطفال أنهم يصبحوا من الجانحين والأحداث. ترى هي مثل دائرة تلف على بعضها. يعني هذا الطفل إذا يتعرض للعنف أو لأي حال من الأحوال داخل المنزل، يعني نقول أي مشكلة تتعرض له، تخلي إنسان ضعيف بالشخصية، تخلي عنده كره للذات تقريبا، فيبتدي ما يقدر يمارس حياته بطريقة طبيعية، حتى في تلقيه للعلم يكون هو دون المستوى، وهذا بالتالي يعني ياخذ تحصيل العلم بسيط، فالدائرة ترد مرة ثانية تأثر على نفسيته أنه يشوف نفسه غير عن بقية الطلاب، فيبتدي يلف في نفس الدائرة، يعني يلف له ويرجع له. طيب عندنا سؤال أخير، ما أدري الريايل بيزعلون منه ولا لا. مدى يعني تأثير، مدى تأثيره تعدد الزوجات والزواج من أجنبيات. نعم. على الأطفال وأنهم يصبحوا أحداث جانحين. لا، تعدد الزوجات أو الزواج من الأجنبيات ما بسبب رئيسي يعني لجنوح الأحداث، يعني نحن بيوت قائمة على الشريعة الإسلامية. نعم. والتعدد هذا وارد في الشريعة الإسلامية عندنا، فلو يعني الأمر هذا يعني بيزلزل كيان الأسرة كان رب العالمين ما شرعه. طبعا طبعا، لكن في بعض التقارير نحن شفناها أن المرأة في عالمنا الحالي يعني لا تقبل بالشريكة، يعني هذه طبعا هي مشكلة، لكن الشرع حل الأمر. لكن احنا في بعض التقارير شفنا انه اصبح في تفكك اسري طبعا بسبب تعدد الزوجات، وطالبت النساء بالطلاق والانفصال. هو الأمر راجع للشخصين، للزوج وللزوجة، من في هذه النقطة من عند القدرة اللي يقدم التضحية، حين هني الزوج الزوج، لكن لازم في يكون عنصر قوي في الموضوع. يعني إذا هو حصل راح تبرعه، فالأم ما تحصل راحتها عند عياله، فلازم يكون في عنصر قوي يمسك طبعاً. يعني يمسك زمام الأمور، ومصير الزوج هذا يرجع للقاعدة. صحيح. نعم. صحيح. طيب رسالة أخيرة توجهينها لمشاهدينا عن الموضوع ككل، يعني نبهها في دقيقة مختصرة وحلوة، مشاهدينا يعني تقدم لهم شيء فعلا توعوي وفعلا نصائحي. انا يعني كوني انا اتعامل مع الفتيات، فانا يعني مطلبي ان يكون في علاقه ود حميميه بين الام وبنتها، تنبني من اول ما تولد البنت وهي حتى طفله بالحوار. طبعا بالحوار ستصل الام مع ابنتها لدرجات عاليه من التفاهم والقرب والحميميه، ما بتحتاج تفتح باب غرفة بنتها وتطلع عليها تتجسس، ما بتفتح من وراها وتفتح شنطتها تشوف طبعًا الدخلة. يعني هي خلاص بنت نوع من الثقة بينه وبين تصبح علاقة صداقة صداقة. نعم نعم طبعا، بين كل أفراد الأسرة طبعا. طبعا طبعا، احنا نشكر لك تواجدك معنا اليوم ونشكرك على هالمعلومات القيمة. الله يسلمك. وطبعا نحن دائما معاكم، ومن خلال نافذتنا قناة الظفرة نحاول نقدم يعني النصائح والتوعية للمشاهدين. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الله يحفظك إن شاء الله. إذن شكرا للأستاذة مريم السلمان، مديرة دار التربية الاجتماعية للفتيات بالشارقة. نعود معاكم طبعا بعد الفاصل. رجل عمره 70 سنة وأحدث أولاده الرابع والأربعين عمره 3 أشهر، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، متواصلين معاكم وبرفقة مساء الإمارات وفقرة الفعاليات. تحت شعار عمالنا نبض أعمالنا، احتفلت وزارة العمل اليوم العالمي للعمال، وذلك في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، حيث تم تكريم 30 مواطنا ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص وعدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. المزيد عن هذه الفعالية في التقرير التالي نتابع.
معالي صقر غباش وزير العمل جميع المواطنين والمقيمين العاملين بسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الفاتح من مايو من كل سنة، مؤكداً على الاعتزاز بهم والتقدير لكل من يساهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات ضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على قيمة العمل وإعلاء شأن من يؤديه. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في حفل نظمته وزارة العمل بفندق أنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي اليوم. قال فيه معاليه: إن اختيار وزارة العمل شعار عمالنا نبض أعمالنا لاحتفالاتها باليوم العالمي للعمال لهذه السنة جاء تجسيداً للدور الذي يقوم به العمال في عملية التنمية كطرف رئيس للإنتاج، ولإدراك وزارة العمل وحرصها على توفير الحماية لحقوقهم وضمان مصالح أصحاب العمل بوصفهم طرفاً رئيساً وجوهرياً في منظومة الإنتاج. وكرم معالي وزير العمل خلال الحفل 30 مواطناً ومواطنة من أصحاب المهن العاملين في القطاع الخاص وعدداً من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع الوطنية. تقرير جداً جميل وطبعاً يعني مهم أنه يصير، ولفتني الشعار عمالنا نبض أعمالنا، يعني لولا الأعمال لما نبض العمال، فشيء جميل. الدولة يعني تكتمل بالعمالة. نعم صحيح. هذا شيء أمر يعني جدا هام. طبعا مبارك للمواطنين والمواطنات مشاهدينا طبعا على التكريم، نقول لهم ألف مبروك. ونشكر طبعا الدولة على هذه المبادرات الدائمة والمستمرة. نعم. الفعالية الثانية أقام مركز راشد للمعاقين احتفالية ضخمة بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسه. هذا أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وشهد الاحتفال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ولفيف أيضا من أصحاب السمو والأمراء وكبار الشخصيات. المزيد عن هذا الأمر في التقرير التالي. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين، أقام المركز ليلة أمس احتفالية ضخمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، وذلك في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، شهدها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ولفيف من أصحاب السمو والأمراء وكبار الشخصيات ممن أسهموا في دعم المركز ومسيرته منذ انطلاقها في عام 94 وحتى الآن. بعضهم يولد ناقصاً، عاجزاً، مبتور الطرف، معوق، معوق، معاق. اختلف اللغويون على تسمياته، بس الإعاقة هي الإعاقة. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي تناول حياة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه، وآخر عن مسيرة المركز الطويلة وأبرز الإنجازات التي تخللتها والتي قدم فيها المركز خدماته لعدد كبير من المعاقين. وفي كلمته التي افتتح بها الحفل أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رسالة المركز التي تترجم بحق التزام دولة الإمارات الكبير نحو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
والذي طالما أكد على ضرورة الاهتمام والعمل بإخلاص لتمكين أبناء الدولة وتأهيلهم. وهي التوجيهات نفسها التي بادر بها أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي طالما منح هذه الفئة اهتماماً خاصاً كما دأب على الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بأبناء الدولة وتلبية احتياجاتهم. جدير بالذكر أن مركز راشد للمعاقين أصدر بهذه المناسبة مجموعة من العناوين أبرزها كتاب راشد في عيونهم، والذي ضم بين دفتيه كوكبة من كبار الشخصيات التي زارت المركز على مدار 20 عاما الماضية. طبعا نحن لم يعد لدينا هذا المصطلح إعاقة، لأنه أصبح الجميع مشاركين في كافة المجالات، وهذا طبعا يعني بسبب الرعاية الشاملة وأيضا التوجيهات الكريمة لأصحاب السمو القادة. الله يحفظهم طبعا. آمين. طبعا قبل أن ننتقل إلى القادم، في تغريدة على تويتر لفتتني مشاهدينا إذا ممكن أشارككم فيها من علوم الإمارات، من أقوال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه: المال لا يعول عليه، ما يعول عليه هو فعل الخير. تكلمنا قبل عن فعل الخير وعن مبادرة الخير وعن الطاقة الإيجابية اللي الخير بعد يبثها في روحنا وروح من حولنا. طبعا فنحن ندعو إلى فعل الخير، صح عبد الله؟ نعم. مشاهدينا الحين جولتنا بتكون مع العين الساهرة. نبدأ العين الساهرة بجولة سريعة على الأخبار المحلية، وهي طبعا أخبار وزارة الداخلية لهذا اليوم. أخبار وزارة الداخلية نبدأها معاكم، هي احتفلت إدارة حماية المنشآت الحكومية والدبلوماسية في شرطة أبوظبي بتخريج 31 ضابط من التنظيم النظري والتطبيقي لأجهزة الأمن لحماية المنشآت العامة. تلقوا تدريبات ذات صلة بحماية المنشآت من قبل خبراء فرنسيين، وقام العقيد سيف أحمد محمد الظهوري رئيس قسم حماية الهيئات الدبلوماسية في إدارة حماية المنشآت الحكومية. قام يعني أيضا الدبلوماسية كانت والملحق الأمني بالسفارة الفرنسية توزيع الشهادات على هؤلاء الخريجين. وأيضا مشاهدينا من أخبار الوزارة، أكد سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي على الاهتمام بالعملاء وتقديم جميع التسهيلات للنزلاء وعائلاتهم ضمن المعايير التي تراعي متطلبات حقوق الإنسان ومواثيق المنظمات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين في مواقع تقديم الخدمات من خلال دورات وورش عمل وحملات تثقيفية وإرشادية. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سعادة اللواء المزينة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار برنامج التفتيش السنوي لإدارات ومراكز شرطة دبي. أيضا من الاحتفالات باليوم العالمي للعمال، احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام، مؤكدة على ترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية باعتباره من الحقوق الثابتة ووثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية، حيث تم توزيع 1200 وجبة غذائية على العمال الذين يعملون لإحدى شركات الإنشاءات بمبنى الأدلة الجنائية الجديد. في إطار حرص مركز دعم اتخاذ القرار طبعا على تناول المداخل العلمية الحديثة والأساليب الكمية المتطورة للارتقاء بالأداء الأمني، قام الدكتور محمد مراد عبد الله مدير المركز بافتتاح دورة نظرية الاحتمالات واستخداماتها الأمنية بحضور متدربين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وأكد الدكتور محمد مراد أن المركز ينظم هذه الدورة بهدف إكساب المتدربين بعض الأساليب الكمية والإحصائية التي يمكن تطبيقها للارتقاء بالأداء الشرطي.
وكرمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي جلال ثابت أحمد الفائز بالمسابقة الثقافية لفريق التوعية الأمنية على مستوى شرطة دبي، والذي جاء اختياره بالقرعة بين 40 مشاركا اختاروا الإجابات الصحيحة. وقال العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا نائب رئيس فريق التوعية الأمنية على مستوى شرطة دبي أن المسابقة التي تم إطلاقها خلال اجتماع الفريق وبحضور ومشاركة ممثلي التوعية الأمنية من مختلف الإدارات العامة لتشمل سيناريوهات متعددة لحوادث أو ظواهر معينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي. نظم قسم تقييم أداء العاملين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورشة عمل لبرامج تنظيم أداء العاملين، وذلك بقاعة المركز الإعلامي بمبنى القيادة العامة بحضور ضباط الاختصاص والعاملين بمختلف الإدارات والأقسام بشرطة رأس الخيمة والمعتمدين لدى نظام هوبس. وتم تقديم عرض تضمن شرح ومناقشة كافة الأمور المتعلقة حول برامج وآليات أداء العاملين في السابق، مع الوقوف على الاستحداثات الجديدة التي تمت إضافتها إلى استمارة تقييم الأداء، وكذلك شرح كيفية تعبئة استمارة متطلبات الوظيفة الجديدة لعام 2014 وطريقة وضع الأهداف وفق الخطة الاستراتيجية لهذا الموضوع. افتتحت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة المعرض المروري المنفذ من قبل مدرسة الريادة للتعليم الأساسي، وذلك بالتنسيق مع مواصلات الإمارات والمقام في مركز الحمرة مول تحت شعار السلامة المرورية، بحضور المقدم أحمد الصم النقبي مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، والسيد عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات برأس الخيمة، وعدد من ضباط إدارة المرور والدوريات والهيئة المهنية الإدارية والتدريسية بالمدرسة. طبعا كانت هاي مشاهدينا أخبار وزارة الداخلية لهذا اليوم من مساء الإمارات. أذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. أما الآن وإلى فقرة نبض. في نبض مشاهدينا لليوم قمنا بزيارة عائلة مكونة من 44 فردا، أحدثهم وأصغرهم طفل في الشهر الثالث من عمره. هي الحياة التي حملت خلفان عبيد الغول السلامي وقلبت حاله من حال إلى حال لتحكم عليه في النهاية بكتابة قصة ظل يلعب بطولتها حتى الآن وهو في سن قد تجاوز 70. في هذا التقرير نتابع المزيد. عبيد وطارق وعبد الله وراشد ومحمد وأحمد وعمر ووفاء يواهر ونورة وهاجر وفاطمة وراية وإيمان وأمل. أنا عندي 46 ولد، اسمع، النفرين الله سبحانه رب مخضهم، و44 مويدات من أربع زويات، أربع زويات من ذكر ونساء. يمكن الأولاد 24 ولد و20 بنت. الحمد لله أبك صاخي وما قصر كل شيء لهم، وفرنا لهم أي حاجة شيء. صح أن العيال تعب وراهم لكن نتحمل، مرة نبكي مرة نضحك مرة فرحانين فيهم، وهاي الدنيا. عندي عمر الأكبر عبيد 49 سنة، وأصغر ولد من 3 شهور سبينا بعد شيخ سلطان، وحبي إن شاء الله ولد بعد من شيخ زايد وخليفة وأيمن وفهد واسمه سهيد وخالد واسمه إبراهيم وعلي وسليمة وشيخة وسراء وعبير وخلود وخولة. أروح مكان الحين مكان أفضل يقولي أنت كيف بتحمل عيال هذه، كيف أنت
تطعمهم وتكسيهم، قلت يعني لا اطعمهم ولا اكسيهم. الخالق انه هو يطعمهم هو يكسيهم، انا ما اقدر اكسيه. هذا اصغر واحد وعمره 3 شهر، ما واسمه سلطان، سلطان خلفان عبيد الغول السلامي، اصغر عائله هذا. وان شاء الله عن قليل بعد يبكي الخير جاي يعني. هذا جزء من عائلتي، ما كلهم، ربع ربع ربع. طبعا ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ان شاء الله ويبارك لهم جميع ان شاء الله. ننتقل معكم الان الى شباب الدار، شابين ارتبط اسمهم بحمايه الاطفال وما قد يتعرضون له من عنف بشتى انواعه، باختصار قلناها نبغى نتعرف عليه اكثر مع خليفه محمد عيد المظلوم وماجد عبد الله خميس الشويهي. حياكم الله شباب. الله يحييك. شو اخباركم؟ بخير الحمد لله. الله يسلمكم ان شاء الله. ارتباط يعني بشيء جدا جميل في الحياه الطفل. خديجة، لفتني عبد الله قبل طبعا مرحبا بكم في مساء الامارات، بس لفتني عنوان الحملة كف عن إيذائي، خبرونا عن هاي الحملة. كف عن إيذائي هي حملة يعني كانت موجودة في دارة الخدمات الاجتماعية، فوايد اهتمينا فيها ان من ناحية اهتمامها بالطفل يعني كنداء من الطفل اللي يتعرض للعنف، فتأثير وجود كلمة كف عن إيذائي تأثر على الآباء والأمهات. فنحن بحكم أن في الكلية ننخرط وايد في مجال علم الاجتماع، فاهتمينا وايد في ظاهرة العنف للأطفال لانتشارها آخر فترة. بدايتكم أو هاي المبادرة أو الشعور أني أنا لازم أهتم، أني أسلط الضوء، أني أتكلم عن الموضوع أكثر، كيف صارت؟ من أين يعني؟ شو كانت البداية؟ شو الحافز يعني أقصد من وين؟ حاولنا نحن إبراز الحملة طبعاً، لأن عندنا مشروع التخرج في جامعة الشارجة وضمينا تخصصين ما شاء الله في المشروع نفسه. انا طبعا تخصص العلاقات عامة، واخوي خليفه تخصص قسم الجغرافيك، فحاولنا نحن نبرز اول مره طبعا يصير على جامعه الشارجه القسمين ندمجهم. ف بس يعني المشروع واحد في مكانه، انتوا ربع قبل هي نعم، لذلك يعني قمتوا بالدمج يعني هي نعم لاول مره. حتى الدكاتره اول شيء استغربوا، من ثم شرحنا لهم الوضع، لكن في دعم طبعا منهم وتشجيع لكي بس نبرز الحملة نفسها. عبد الله، حلو دائم العلاقات شيء صداقة أنها تكون رسالة وهدف لحملات إنسانية اجتماعية، فجزاكم الله ألف خير. طبعاً طبعاً. طيب. زين، نشوف فيديو. في فيديو بنشوفه طبعاً مع ضيوفنا عن حملة كف عن إيذائي مع المشاهدين. لو تخبرونا أكثر. السلام عليكم شيخه، ايش حالك؟ الله يحييك. طويله العمر عندي طالب من الجامعه ياخذ نصيحتك. السلام عليكم امي، وياك خليفه. انا طالب في جامعه الشارجه. امي، انا عندي مشروع في عن عنف ضد الاطفال في اماره الشارجه، وجيت اليوم بغيت نصيحتك ان تقولي لنا كيف نحافظ على عيالنا، كيف نربيهم تربيه الصح اللي تفيدهم في المستقبل. اقول لك لازم تتابع عيالك حق دراسه، حق كلام الصدق، تربيه زينه، هذا حق عيالك. ما تخلي ولد يلعب وما يبي يصير، سوي كل شيء كيف على عمره روحه. لا، لازم تربيه لين يكبر، يوم يكبر يعرفون من مربنا. يقول عليك وعلى مرباك، ما يعرف شيء. العنف بشتى انواعه يعني بديتوا من المنازل واتجهتوا للمدارس. خليفه، من المراه اللي كانت في الفيديو في امراه مسنه؟
كيف ليش تم اختيارها؟ يعني على اساس شو؟ كبيرة السن ويمكن تبرز أهمية كبيرة يعني بتتكلم. شوفي خديجة أنا بخبرك هذه من هالطيبين. نعم. هذه من اللي هم عندهم الفطرة. ما كان لا حكمة. في دعاية، ما كان في إعلام، ما في، كان هذا كان في تربية صحيحة. لفت نظري من اللي قالته هي أن الطفل يوم يكبر يعرف من رباه، يعرف أبوه، مش يكبر ما يعرف منه اللي من اللي رباه ولا من اللي بشكل عام. كبار كبار السن نعمه هذيله، فالواحد يمون عليه يعني يسمع لهم ياخذ لهم كي يجذبون الناس يعني بحوار. وكلماتها مختصره، كلماتها جداً مختصره هنا ولكن مفهومه يعني شعبيه، مفهومه في الصميم طبعا. نعم. يعني جدا رائعه، يعني الفيديو صراحه جدا ملفت للنظر. زين، لو تكلمنا عن الخدمات اللي وفرتوها للطفل من وراء هذه الحمله اللي سويتوها ومن وراء هذا البحث اللي سويتوه. تقريبا هي الحمله كانت تشمل على حمله علاقات عامه وحمله تصميم من ناحيه ان دمج التخصصين. نعم. ففي حمله التصميم ركزنا ان صممت موقع كامل الكتروني يبرز الجهات اللي هي من دائره خدمات اجتماعيه وحمايه حقوق الطفل وقسم خط النجدة، وايضا من الجهات الشرطيه مركز الدعم الاجتماعي، يبرز دور كل جهه على اساس انه في خلال تصفح كل موقع تعرف نبذه كامله عن كل جهه. وايضا قمنا بتصميم بعض البروشورات والبوسترات ومنشور في نصائح عن تربيه الابناء. وفي الخلف يبرز دور خط نجده الطفل اللي هو 800 700. نعم. هذا الرقم اللي تقدر تتواصل وياه في خط نجده الطفل. وكذلك تم طبعا افتتاح المشروع في جامعه الشارجه، وشرفنا سعادة اللواء قائد عام الشرطة اللواء حميد محمد الهديدي بافتتاح المشروع. ما شاء الله. وكذلك استضفنا طبعا سعادة محمد حمدان بن جرش اللي هو مدير دار عام للمدينة الجامعية، واستضفنا عدة مسؤولين في المشروع نفسه. طيب. يعني ماجد كان في دعم من قبل الأشخاص اللي ذكرتهم. بس أنا سؤالي إن حملات من هذا النوع ضد التعنيف الأطفال وكف عن إيذائي تحتاج يمكن إلى مختصين نفسيين اجتماعيين مؤهلين لإتمام هاي العملية أو الهدف من الرسالة، فهل كان في إدماج غير اللي ذكرتهم لمختصين؟ كان في مختصين، يعني خاصة أن تعاملنا كل مرة كنا نروح المركز يعني اي مرجع اي شغله، عشان هي بحكم ان احنا مش مختصين يعني كثير في تخصص العنف، فكنا نلجا للمراكز هي حمايه الطفل، كنا نقعد مع اخصائيين وناخذ افكار ونشوف يعني مشاكل اكثر المشاكل كان يتعرض لها الطفل للعنف ونحاول ندمجها في الحمله اللي احنا مركزين عليها. طبعا التجانا لمركز الدعم الاجتماعي وكان في اخصائيين اجتماعيين لهم المساعد اول احمد الهاجري ومساعد اول عوض ومساعد اول فيصل محمود وعده طبعا اخصائيين اجتماعيين. مايد، يعني انتم، انا اشوف انه انتم اشتغلتوا بالروح والعلم والبحث. هل صادف انكم مثلا تلقيتوا تدريبات للتنميه والتطوير الاكبر؟ شوف، في الاول والاخير نحن طبعا في شخص ادعمنا كثير في المشروع نفسه لنجاح هذا المشروع. نعم. اللي هو سعاده العميد محمد عيد المظلوم مدير اداره العمليات الشرطيه، ونعم فيه ونحن نوجه له تحيه. والنعم صراحة يعني وقف ويانا كي ينجز المشروع بتفوق ونجاح، وقام طبعا هو شخصيا تواصل لعدة جهات كي نحن نبرز الموضوع ويكون موضوع جدي. وسبحان الله سعادة اللواء محمد حميد الهديدي قائد عام الشرطة عند حضوره المشروع نفسه شخصيا، يعني احنا ما كنا حاطين له وقت كأن ينش مثلا يلقي كلمة ولا شيء. نعم. شخصيا بنفسه نش وعيب المشروع وعيب طبعا الموضوع طبعا، فألقى كلمة جدا طيبة أمام المشاهدين وأمام الشخصيات المستضافة للمشروع. الله يحفظك. دعم هذا النفسي الروحي مهم طبعاً في هاي الحملات. خليفة، حاب أسأل عن يعني أنتوا قابلتوا أمهات وآباء وكذا، ولكن هل صار في تواصل مع أطفال معنفين، مع شخص تعرض لهذا الموقف من قبل أطفال؟ حاولنا نحن في البدايه، بالعكس يعني حتى دائره الخدمات الاجتماعيه بالعكس كانوا يحاولون قد ما يقدرون يوفرون لنا كل شيء نحتاجه ليدعم المشروع بطريقه قويه. كنا نفكر ان ندخل الاطفال في الموضوع، ولكن عشان الوقت والامور هاي فحاولنا ان ناخذ نبذه عن الاطفال، يعني بعض الحالات اللي هي تتردد عليهم على المركز، بعض الاحصاءات اللي هي العامه يعني تنتشر في الجريده، احصاءات عامه ناخذ فكره عنها
اساس ان نوعي الناس ان هاي النسبه نقدر احنا نخفها مثلا في السنوات القادمه في 2014 و2015. نعتقد احنا اذا اخذنا مثلا مثال عن طفل او كذا ممكن يكون تشجيع لغيره من الاطفال المعرضين للعنف واللي ما يتكلمون بسبب ضعف ثقافه تقبل هذا الموضوع في المجتمع يعني بشكل عام، فممكن يكون تشجيع للاخرين يعني ان عادي تكلم قول يعني لحد ما لو نحن نحد من المشكله يعني مستوى معين احسن ما انها تتطور يعني من هذا المعنى يعني. نحن ابرزنا التوعيه هذه كي كل شخص يعرف وين الجهه المعنيه للموضوع نفسه. من ثم عرفنا الاشخاص يعني وبالذات الاهل ان في جهات مختصه للموضوع هذا. طبعا طبعا. وكي نحن ما بغينا نبرز كمثل انتم قلتونا الاطفال امام الناس على اساس ما نشوه الصوره، لكن شو ابرزنا شو الجهه المعنيه اللي كل شخص يلتجئ لها اذا كان في مشكله معينه ولا شيء. اذا تكلمنا عن السوشيال ميديا، متى التعاون او التواصل معكم على في مجال السوشيال ميديا والصفحات اللي هي الفيسبوك تويتر انستغرام و الحين وانتم كيف اي والله الحين ما شاء الله كيف تستفيدون منها ايضا؟ السوشيال ميديا نحن بدينا يعني كنا اول شيء نبغى نسويها مفاجاه للجمهور، خاصه ان كل حد يسال خليفه مايد شو مشروعكم في الكليه برا الكليه، فنحن لا كنا حاطين الهدف انه يوم افتتاح المعرض كل حد يعرض، ولكن للاسف اضطرينا نعرض بعض الامور اللي هي الرول ابس ان توزعت في الجامعه قبل فتره. نعم. فكان يعني حتى كنا نلاحظ اهتمام الناس في فيسبوك في تويتر في انستغرام ان حتى في يعني بشكل عام الناس اللي مره يعني يكون يمشي بسرعه من يشوف الرول اب في الجامعه يوقف يقرا ويشوف شو السالفه كف عن اذائي ما هي كف عن اذائي. زي ماجد خليفه خبرنا ان كانت مفاجاه السوشيال ميديا ان كمشروع قادم، غيرها شو في مشاريع مستقبليه تخص الطفل او حملات اخرى يعني مجتمعيه بشكل عام؟ والله نحن حاطين امالنا نسعى في الموضوع نفسه كي نسوي مثلا نبرز التوعية هذه أفضل، نمارسها مثلا محاضرات في المدارس ولا في الجامعة نفسها، فاستضافتنا لعدة عدة برامج أخرى غير برنامجكم طبعا، وهذه يعطيكم ألف عافية. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق ويعني أتمنى أن الكثير يعني عملية الدمج هاي أتمنى أنها تصير في أكثر من مجال. تفضل خليفة. بس أحب بعد أشكر الدكاترة اللي كانوا الدكتور محمد الأمين الدكتور خالد زعموم، هم كانوا مشرفين على المشروع، كان دعم من ناحيتهم بطريقة ما شاء الله يعني أول بأول كانوا يراجعون يتصلون فينا أي شيء أي يعني أي أخطاء أي شيء يصلحون لنا إياها، يوعونا دائما على أي خطوة أي، فأحب أشكرهم جزيل الشكر على الدعم هذا. ونحن نشكركم بعد. وطبعا نشكر في لا تفضل تفضل نشكر سعادة اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام الشرطة، سعادة العميد محمد عيد المظلوم مدير دائرة العمليات الشرطية، واستاذ أحمد إبراهيم رئيس خط نجدة الطفل، ونشكر كذلك الجهات اللي كانت واصلة ويانا ومن ثم بدعمهم للمشروع، ونشكر جميع من ساهم في المشروع. الله يسلمكم. ومرة أخرى نحن بعد نشكركم وشكرا جزيلا طبعا ماجد وخليفة، وانتم لفخر بصراحة فخر ان تكونوا قدوة للآخرين عندنا في شباب يعني واعية بهاي الطريقة، ونحن نطلب من المشاهدين اللي عنده أي طبعا خطة حملة أي شيء يخدم المجتمع فما تقصرون. شكرا جزيلا لخليفة محمد عيد المظلوم وماجد عبد الله خميس الشويهي. مشاهدينا بعد الفاصل فاطمة زهرة العين تحل قمرا على مساء الإمارات، تابعونا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اما موعدنا الان مع قمر اماراتي جديد وهي المطربه الفنانه فاطمه زهره العين، اسم لمع في عالم الفن الاماراتي، قدمت الاغاني التراثيه على انواعها فاثارت باغانيها قلوب الشباب وراحوا يرددون اغانيها وينتظرون اصداراتها بشوق ولهفه. مرحبا بك زهره الامارات. شكرا على هالابتسام الحلو اللي صدق ان الشخص اللي بيشوف في وجه خديجه حبيبتي، فانا سعيده طبعا اليوم متواجده معاكم. حياك الله يا اختي فاطمه، شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ اهم شيء انا وانت لابسين اخضر اليوم يعني ما حد يكلمنا. كان غتره ولا شيء خضراء؟ لا بعد خضر اخضر واسود ايامي ان شاء الله يا رب. حبيبتي بدايه طبعا لو تعرفين الفنانه منو معاك من معانا؟ من معايا طبعا
العازف هو الاستاذ محمد، بيكون ان شاء الله متواصل. مرحبا بك. هلا مرحبا استاذ محمد. جاهز اليوم؟ بنتعبكم شويه اليوم ترى. الله يحفظك ان شاء الله. هو الاشاره بس ما شاء الله. هو الاشاره ما شاء الله عليه. الله يحفظك. فنانة احنا عندنا سياسه دائما في مساء الامارات في الفقره الفنيه ان نبدا بدندنه بصوت القمر يعني. فقبل اي سؤال لو تسمعين العود. طبعا انا اتاسف واعتذر ان طبعا العود اليوم ما كان معايا لانه صعب على يدتي هذه على لبسي. فانا اوعدكم يعني اكيد اكيد بس تكون الجلسه شوي مريحه اكثر وبعزف لكم عود من العود. نحولها جلسه عربيه يعني بعدين. خلاص جاهزين ان شاء الله بنحولها العود يعني وعدتينا بلقاء اخر مع عيوني ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله يا رب. سمعينا زين. طبعا احب ابتدي من كلمات الشيخ الله يغفر له الشيخ زايد الله يرحمه. الله ونسمع مرحبا يا سيدي وسيدي سيد الخود الخوندات. الله تفضل. زين ما اخترتي. مرحبا بك مرة ثانية. بداية بمرحبا. مرحبا يا فاطمة. الله يسلمك إن شاء الله. زين البدايات. نعم. هاي دائما طبعا الجميع يسأل عن البدايات وكيف كانت البداية والانطلاقة. البداية كانت كفتاة من مدينة العين. كانت حب الفن، حب العود، حب. بديت في 98 طبعا. كانت رحلة فنية طويلة. ما شاء الله. بداياتي كانت طبعا انتم عارفين بالعيد وكذا وشي، وهذا كانت مثل الهواية كانت في البيت وطورناها بعد بس بعد ما طلعنا من البيت وكملنا المشوار. يعني نفهم ان الدعم الاسري ما لعب دور؟ هو ما لعب دور مليون بالمية يعني. يعني ما كانوا يشجعونك على الموهبة؟ لا طبعا. لا لا شوفي بدايتهم شو سووهم الله يهديهم يعني. يعني هم شوي فنانين بس شو من بينهم مثلك أخوي عازف وأبوي صوته حلو وكذا. فأنا شو حبيت يعني كنت كان عمري يمكن 9 سنوات فكنت حابة إني أنا أكون معاهم وشي، فخلوني أغني وعلموني وكذا وشي وسوالف. فلما كملت السن معين قالوا لا يعني خلاص كبرتي. أوكي من عقب ما جرى الفن يعني في اخذ مجرى يعني مكانه وما قدرت تردينا. طيب العلاقه بالوسط الفني الاماراتي يعني طبعا انت غنيتي كثير للمغفور له باذن الله الشيخ زايد. نعم. لمن ايضا غنيتي؟ والله انا غنيت لشعراء اكثر الله يرحمه محمد بن سالم الظاهري، كل غنيت من كلماته و
الشاعر طبعا الكبير علي بن سالم الكعبي، وطبعا عندكم الشعراء والله شعراء كانوا وايدين واسامي طبعا. اول ما يخطر في بالك تغنين لحد منهم شو ممكن تغنين؟ على طول ما غنيت لك قبل شويه. في نسمع صوت اكيد مع اكيد نسمع الأغنية اللي صدق أنا أحبها، يعني كل أغنية أحبها بس هاي اللي عرفت فاطمة بالجمهور، والجمهور حب فاطمة من خلالها يمكن هالأغنية أكثر طبعًا شيء. نعم نعم. نسمع هداياك اللي طبعا هي من كلمات الشاعر الكبير جمعة بن نايم. نعم الكعبي عم بحالكم نسمع هداياك. سمعنا محمد؟ لا محمد سرحان انت اليوم. اها انت معي ولا سرحان؟ يلا ان شاء الله. ما ينكر طيبك وحسناك وانا اجازي الطيب الطيب، لولاك ما حبيت لولاك لا عشت في دنيا المحابيب، يكفيني اتسلى بذكراك دامك نويت الصد وتغيب، ووعدك طول العمر منساك حتى ولو حطمني الشيب، وتعالوا خذ مني هدايا وباقي الصور واغلى المكاتب ما عاد تنفعني بلياك، وجود هين عندي تعذيب، يكفيني اتسلى بذكراك دامك نويت الصد وتغيب، ووعدك طول العمر منسى حتى ولو حطمني الشيء. ما هو الصد ما نباه خلاص، هالصد نحن وسوال ما نباه. بس هاي قصص الواقعيه، هذا الواقع. اي والله. نعم. الله يحفظك ان شاء الله يا رب. زين سالتك انا طبعا زهره العين عن الدعم الاسري، قلتي شوي كان ضعيف. اكيد. الدعم الخارجي منو دعمتش برا العيله؟ والله لا العيله شويه كان طبعا اوجه لها تحياتي محمد حسين. نوجه لهم بعد تحيه. كان معايا في طريقي بس لله الحمد الامور طيبه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. زين طبعا فاطمه الزهره اليوم كنجمه اماراتيه. نعم. اين تجدين نفسك كنجمه اماراتيه؟ انا لي مكان بين النجوم فوق السحاب. قمر. قمر. لا هاي اغنيه انا وايد احبها، هي اغنيه عبد المجيد عبد الله يقول آن الاوان انسى اللي كان حتى لو طال الزمان. خارج نسمعها؟ اكيد لو حافظنها آن الاوان. خليك معي محمد. ايوه محمد يبوا له قهوه. محمد محمد لا هو يمكن يركز يعدل الاورج، يعدل الاورج على هذا. انزين لو تذكر أغنية عبد المجيد يوم يقول آن الأوان آن الأوان، لو بس ارفع الطبقة شوية بس. آن الأوان أنسى اللي كان حتى لو طال الزمان، لازم أوصل لربي قبل ما عمري يضيع، لازم أوصل لربي قبل ما عمري يضيع، والقى الحنان انا لي مكان بين النجوم فوق السحاب، اغسل بالوان الفرح كل العالم انا لي مكان بين النجوم فوق السحاب، اغسل بالوان الفرح كل العذاب.
كان فوق السحاب بين النجوم قمر علت عن القمر طلعت راحت فوق الله يحفظك ان شاء الله يا رب الله يسلمك. الالبومات اللي اصدرتيها اي اكثر الالبومات يعني لاقت رواج داخل الامارات وخارج العالم وفي العالم العربي؟ والله الالبومات اللي والله ذكر كان كل البوم وله صدى وله كان بس الالبوم اللي صدق اللي حسيت انه الجمهور حب فاطمه فيه اللي تعالوا خذ مني هداياك حسيت انه صدق يعني وصلت الجمهور بشكل مش طبيعي بشكل مش طبيعي. الفنانين العرب الكبار العمالقه يوم اتكلم عنهم اتكلم عن سيدة أم كلثوم، فيروز، عبد الحليم طبعاً عبده أنا أسميه عبده وعلى شكلكم وديع الصافي يعني هذيل الناس غنيتي لحد منهم؟ أكيد أكيد يعني أنا يعني بداياتي كانت مع ال مع هذه الأصوات هذه الأصوات الجميلة نعم نعم إذا طيب من منهم تحبين تسمعين عنه؟ الله صعبين شويه لا مو بصعبين لا صعبين الاختيار لان يمكن أيوة عمالقه انت تعيد على عوق الحين تكلمت عن العمالقه نعم الله يطول بعمرك زين عندنا بس اهم شيء لا تورطيني محمد طب شو بس دارت لي تيرارارا تيرارا ومرت الايام محمد عطني كوردات ولا اقول لك بس عطني اشياء بسيطه يعني مثل ال ودارت الايام بعد وخصام هبلتم نسي اني خصمتم ونسيت اللي سرتوا وقابلتم نسي اني خصمتم ونسيت قلبي وحرته ما عرفش ازاي مزانة كلمته ما قدرش على بعد حبيبي انا ليا مين انا ليا مين 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 سمعتي؟ قابلته؟ نسيت انهم خاصمتين يعني يعني كلماتهم ام كلثوم الله يرحمها ان شاء الله يا رب يعني هالاغاني اللي لا تنسى وطبقات الصوت ومساحه الصوت فانا يعني الحمد لله انك انت خليتني اغني الاغاني هذه للكوكب طبعا كوكب الشعبي على عيني وراسي طبعا انتم أنا كملت في المجال باع طويل فهم حكروني في الشعبي نعم. قال فاطمة خلاص أنت في الشعبي لا أنا أغني كل الألوان طبعاً أغني الشعبيات أغني الطربيات فأي لون اللي أحب أغنيه بديتي من صغر وعندك الموهبة يعني فالموهبة ما يكون ما يوقفها شيء ما هم حبوني يعني حبوني بس هم قيدوك في التراث الإماراتي والشعبي نعم زين العود كيف تعلمتي؟ الله العود كنت والله كنت أتمنى يكون معايا اليوم العود بس لأنه عارفين ما عندنا في القناة عود يا جماعة والله في لا مش عود بس والله أنا كنت بغيت أحطه في السيارة بس حتى العود ليش قلت اللي أنسى وأنت عارفة البنات يبون عادة برستيج وهذا وشي فقلت اليوم عشان شيلي انزين شو عبد الله
عبالك لان دوم عبد الله لا لا ما بسال يوم لا ما بسال مش تسال في الفقره الفنيه دوم عبد الله يطلب اغاني معينه يعني يزعج الضيف لا انا براحتها اليوم انا لا انت خذ راحتكم انا سعيده معك في عندنا مخرجنا لبناني نعم يقول لي نبغى شيء حق وديع الصافي بس تبغى شيء معين ولا الحين هو يبغى تبغى شيء معين يبغى يدبك مخرجنا لانه زعلان لانه كان في ماتش لانه خسران وخسران مرتين ورا بعض مسكين من ريال مدريد محمد شيء عندك ايقاعات صح؟ اها انزين نسمع عندك ولق عندك الدرب قعود شو رايك مو وديع الصافي نعم ها شفت نعم اقول لك اكيد يا برد عين يا بردانة ايش قلنا لك ايوه برافو يا محمد نسمع نسمع يلا نسمع لك مي جنى ويا مي جنى ويا يا مخرجنا يا مي جنى حي الزمان اللي جمعنا ولمنا حي الزمان لي وخيم علي الليل ونعسان بابه ناظرة دي في الهوى دقت أحبابه وأحبابه ويا بردين يا بردانة مش قلنا لك يا الكلام. لا لا عليك تقنين اللهجات الغير الخليجية فكرت تغنين أغاني بلهجات مختلفة؟ والله أنا غنيت بس ما طلعت عن يعني غنيت لهجة عراقية أحب إني أغير بس أنت عارفة إنه إذا هم لو غنيت لا فاطمة ردي حق حق لون ردي حق ما أدري كيف بس والله يكون من قلب غير أنت اللون جدا رائع عليك والله خاصة الأخضر لذلك إذا سألنا يعني من هم الكتاب الحاليين أو شو آخر أعمالك؟ في لها ألبوم جديد الفنانة طبعا زهرة نزل لي إصدار أخير عن سيدي فاطمة 2014 فيها أغاني متنوعة وتعاملت مع ملحنين وشعراء من الملحنين فايز السعيد طبعا انا بقول فايز السعيد انا اكيد يعني وطبعا اوجه تحيه حق حاتم العراقي بعد طبعا تعاونت معاه وبدر الذوادي وفي اسماء كثير واسماء حلوه حسام كامل فسيدي هذا اللون متنوع واعطيتهم الوان مو بالشعبيه الجيل هذا اللي طالع لنا جديد طالع شوي جديد شو تختارين من مع فايز السعيد انا والله شفتي تقولي عبد الله يختار انا مش مع فايز اطلع عبد الله يستاهل فايز الله يسلمك انزين الحين حياتي عيوني من المشكله ان الالبوم جديد فمو محضرت الا لغايه ماني في المود إذا 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 في حص في شيء جاهز؟ إيه نعم. تسمع ماني في المو طبعا من الحان حسام كامل من كلمات تركي الشريف. اسمع.
محمد جاهد. ماني ماني في المود مشدود أعصابي، خلي خلي يومين ودق على باب معادته يقسى يبعد كذا وينسى. تكفون قولوا له قولوا له لا يقسى، شكله شكله في شي في ناس العبوبة صعبة عني يا بعد ما كني محبوب. ما جعل بلا يكتب لو رسالة حطمني ما يدري الفرقة جت. معليش الله يحفظك طبعا من الفرقه ان شاء الله ما حد يفارق. امين. انت لا تفارقي اصلا عبيد صراحه. زين كنت حابه اسال بس نشاطاتك على السوشيال ميديا، وصلنا على تويتر يسالون المشاهدين كيف في نشاط ولا قليل؟ والله حاليا بعد ما نزل الالبوم هذا شوي انا يعني في مجموعات فانس حلو طالع الحين. تويتر ولا انستغرام؟ تويتر وانستغرام بس زهرة العين اندرسكور 777 لان الكل اللي يقلدون كل هم كل حاطين في بالهم انه بيدخلون على زهرة العين او فاطمه، لا اقول لهم زهرة العين اندرسكور 777. كم فولور عندك في تويتر؟ كم عدد ال والله متابعين؟ تعبت عليهم من رمضان اللي طاف وصلت 10,000 الحمد لله. ما شاء الله رمضان ممتاز. اذا قلنا اغنيه من عندك وطرب احنا نحب نختم فيها، نعم ختامنا يكون لجمهور الاماراتي، هل هي بتكون وطنيه او انزين ان شاء الله من عيوني. بس قبل لا تختم طبعا الفنانه بصوتها عبد الله نختم نحن بكلماتنا مشاهدينا. نحن ما نختم الختم يوم الخميس بس نحن نقول لهم يعني الى اللقاء ما نقدر نقول اكيد طبعا نتمنى لكم خميس ممتع ونهايه اسبوع سعيده مشاهدينا الكرام. شكرا لحسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. منكم مني لكم مني خديجه سليمان اجمل تحيه، دمتم في امان الله. طبعا امس خديجه تقول لي كل يوم تقول الى اللقاء، طبعا الى اللقاء لان انا يعني في كل وهل اني اي اليوم الثاني والقاكم طبعا على شاشه الظفره. اذا اقول لكم انا ما بقول لكم الى اللقاء ولا وداعا، بترككم مع الفنانه هبه تقول لكم الى اللقاء لكن باغنيه اماراتيه. شكرا على الوجوه السمحه. وحماي من في فن نمني توقظ العشاق من نوم وانزارني له في الكراطي أسعد ولو في لحظة أحلوم وحي بنسيم الشرق المريم لنفحتنا جس ومشموم رحبت به واصبحت فيك اني وزالت كل الهموم عن صاحبي عذب المراهيب شرهني داري رمسة وقضي العشاق من